على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة
فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية
قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين
عن مشايخنا في طريقة النفس والنية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة أعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة أعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة أعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة أعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين
وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين
عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
radıyallahu tebareke ve teala an saadatina ashabi rasulillahi ecmain. Hadi tabi'ine bihim bi ihsan ve hadi ve ihmetin müştehidin el muadiyin. Hadi ulema'il muttakiyin ve hadi evliya'i salihin. Ram ve şayihina fi tarifetin nefşibendiyetin aliyya. قدس الله تعالى أرواهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد
عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله
وجميع الحمد على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات
صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات
على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات
على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين
على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة
فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين، عن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة، فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين، عن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة، فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين، عن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضلعتهم المباركة، فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين، عن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية
قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة أعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين
وعن مشايخنا في طريقة النفس المهدية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين
وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين
عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
radıyallahu tebareke ve teala an saadatina ashabi rasulullah ecmain. Hadi tabi'in bihim bi ihsan ve hadi ve immetin müştehidin el muadiyin. Hadi ulema'il muttakiyin ve hadi evliya'i salihin. Ve amme şayihina fi tarikatin nefşibendiyetin aliyyah. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد
aleyhi ve aleyhisselam ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Radiyallahu tebareke ve teala an sadatina ashabi Resulullah ecmain. Hadi tabi'ine bihim bi ihsanu an ve'immetin müştehidin el muadiyin. Hadi l'ulema'in muttakiyin ve hadi l'evliya'i salihin. Ram ve şayihina fi tarifetin nefşübendiyetin aliyyah. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية أنور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعاد الله تعالى علينا من بركاته وفروضاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله
وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات
صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما. الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات
على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاتهم دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات
على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين
على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاصرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضلحتهم المباركة فأعان الله تعالى علينا من بركاته وفضلاته دائما الحمد لله رب العالمين.